كامل يلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلون تشتغلوا اخي؟ والله انقطعت علينا الكهرباء بالضياع واتصلنا على شركة الكهرباء. طيب ليش ما صلحوا لكم اياها؟ شركة الكهرباء اجى جاب الرافعة لعند الحاجز والجيش رجع صيدر الرافعة ورجع العمال على الشركين. والله ما بيصير تجينا الكهرباء. طيب كم يوم صار لكم بعد الكهرباء؟ صارنا تقريبا شيء 8 ايام. 8 ايام مقطوع الكهرباء؟ نعم. طيب ما اتصلتوا على الشركات؟ ما خبرتوهم؟ ما تجاوبوا معكم؟ وصلنا 40 مره واجوا العمال لعند الحاجز رجعوهم. يعني الجيش عم يمنع الناس؟ عادي يمنعهم بيقول له ما في كهرباء. طيب شو غايتهم من هالشيء؟ غايتهم يضغطوا على الشعب، شو غايتهم معروفه. يعني بدي يحاولوا اخضاع الشعب في هالامور هاي؟ نعم. طيب وانتم راح تخضعوا لهالامور؟ اعوذ بالله. يعني مستمرين؟ مستمرين باذن الله اذا ما بيضل حبل. اذا بنضل على على الكاز 40 سنه الثانيات. طيب شكرا.